يعني على مستوى السينما كمية الأعمال اللي أنتجت سينمائيا يمكن من 72 بدأها يوسف شاهين بصرخة العصفور والأرض والاختيار يعمل 3 أفلام في سنة واحدة سنة 72 وكأنه بيتنبأ بالنص وبيتنبأ بفكرة الحرية. فنيجي مثلا 73 بعدها مباشرة تبدأ كمية أعمال يعني محمود ياسين لوحده يعمل 8 أفلام حضرتك الرصاصة لا تزال في جيب اللي كتبه إحسان عبد القدوس.